هايدا رياض ممثلة مصرية معروفة طبعا، هي عندها 67 سنة دلوقتي، وفي أحد البرامج قالت شفت صورة حد حاطط صورتي وعامل لي عمرة، وحد باسمي منتحل اسمي ردد عليه، وأنا أصلا مسيحية وما عنديش أصلا فيسبوك. وهي اتجوزت مرة واحدة من المطرب محرم فؤاد، وقعدت معاه حوالي 13 سنة، وللأسف انفصلوا بعد كده. ودي صور نادرة من الفرح، وكانت صباح حضرة. كتير ما يعرفوش ان حسن شحاتة هو زوج شقيقتها هدى، وادي هنا حسن شحاتة وزوجته هدى. وطبعا حسن شحاتة خلف كريم حسن شحاتة اهو في الصورة معاه، يعني عايدة رياض تعتبر خالة كريم حسن شحاتة. وهنا كريم ومراته كانت محجبة وبعد كده خلعت الحجاب، وهنا مع زوجته وأبنائه.